أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، مرحبا بكم من جديد في الإجابة الكاملة والنموذجية على البوكلت الثاني للغة الفرنسية الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم هذا العام. نشرح بالتفصيل الامتحان وفنياته، تابعوا معي ونبدأ بسؤال الوثيقة. Lisez le texte suivant. الوثيقة اللي قدامنا نقراها وناخد بالنا من المؤشرات اللي هتخلينا نعرف نجاوب وما نغلطش. Le shopping et les nouvelles technologies. كلنا عارفين كلمة shopping تسوق و les nouvelles technologies والتكنولوجيا الجديدة. الاسم Albert Dupois. الحدث a écrit كتب ce message sur internet. كتب رسالة على الانترنت. D'habitude, كالمعتاد. J'achète très peu. اشتري نادرا جدا او قليلا جدا. Online, من الانترنت. Mais, ولكن. Mercredi dernier, الاربعاء الماضي. J'ai eu besoin. احتجت d'un pantalon de taille 42. شراء بنطلون مقاس 42. Pour aller à une fête, لكي أذهب إلى حفل. Alors, j'ai demandé un pantalon noir. طلبت بنطلون لونه أسود. Par internet, عن طريق الإنترنت. Parce que je n'ai pas eu le temps d'aller en ville. لم يكن عندي وقت للذهاب إلى المدينة. Deux jours plus tard, le paquet est arrivé. وصل البنطلون بعد يومين. Sur mon adresse de travail. على عنوان عملي. Quand je l'ai ouvert. عندما فتحت الباكيت اللفة اللي موجود فيها البنطلون. J'ai découvert, اكتشفت. Un pantalon bleu, pantalon أزرق. وهو طلب إيه؟ طلب بنطلون نوار أسود. De taille 42, مقاس 42. وطلب مقاس 42. J'ai envoyé tout de suite, أرسلت في الحال, un email à la compagnie, إلى الشركة. Mais toujours pas de réponse. ما فيش إجابة. J'en suis pas content. لم أكن سعيدا. Que faire? ماذا أعمل? Quelqu'un a une idée? شخص ما لديه فكرة. السؤال الأول. On peut lire ce texte dans. ممكن نقرأ هذا النص فيه. طبعا المؤشر هنا الأساسي اللي هيعرفني الحل. أنا قريت كلمة انترنت. تعالوا نقرأ الإجابات. إن بروشير توريستيك، نقرأها في كتيب سياحي. أن فورم أون ليني، منتدى على الإنترنت. أن مجازين تسبور، مجلة رياضية. طبعا الإجابة الصحيحة هتكون بما إننا قلنا انترنت يبقى أن فورم سير انترنت هي الإجابة الصحيحة. البير أشيت بوان أون ليني. البير يشتري من على الإنترنت. تولي جور كل الأيام. بوكو كثيرا. رغمو نادرا. تعالوا نشوف مؤشر الحل. تريب قليلا جدا. دابيتود كالمعتاد. جاشيت ريبو أشتري قليلا جدا. أونليني يبقى الإجابة الصحيحة اللي هنحتاجها رارمو نادرا. ألبير أدوموندي أن بانتالون، طلب البنطلون. بار إنترنت، بورالي لكي يذهب. عاوزين نشوف المكان. أوترافاي إلى العمل. فير دي شوبينج يتسوق. اون فيت إلى حفل. نقرأ الوثيقة هنلاقي الإجابة واضحة جدا.
بورا اللي انفت لكي نذهب الى حفل. يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتنا انفت. Le pantalon envoyé est البنطلون المرسل هو de la bonne taille, نفس المقاس المطلوب. تعالوا نشوف taille 42 واستلم taille 42. يبقى إذن المقاس هو نفس المقاس المطلوب. De la bonne couleur, نفس اللون. تعالوا نشوف اللون المطلوب. عندي لون نوار اسود، ده اللون المطلوب. اللون اللي وصل بلو ازرق، يبقى الإجابة ديت مش مظبوطة. دان موفي ستيل، لا ما تكلمناش عن الستايل السيء بتاع البنطلون. يبقى الإجابة الصحيحة المنطقية بتاعتي هي دو لا بون تاي. يبقى إذن البنطلون اللي وصل بالمقاس المطلوب. بور أنونسي لو بروبليم، لكي يعلن البير عن مشكلته. البير أنفوي أن إيميل، أرسل إيميل إلى الشركة. ميركردي الأربعاء، فوندردي الجمعة، ديمونش الأحد. ميركردي هو اليوم الوحيد اللي ذكر في الوثيقة، وهو يوم طلب البنطلون. طب استلمه إمتى؟ بعد كده بيومين، يعني يوم الجمعة. وبعد يومين، بعد اليومين اللي استلم فيهم البير البنطلون، أرسل في الحال أن إيميل للشركة. يبقى إذن الأربعاء تم طلب البنطلون، بعد كده بيومين استلموا وبدأ إرسال الإيميل. يبقى الإجابة الصحيحة يوم الجمعة، هو اليوم اللي بدأ يبعت فيه الإيميل ليتظلم من الشركة. ألفان، في نهاية الأمر البير دوموند، طلب البير سون أرجون، فلوسه. أن كونسي نصيحة، إن ديفينيسيون تعريف. تعالوا نشوف الوثيقة. البير طلب إيه؟ البير أرسل إيميل للشركة. مي توجور با دو ريبونس، ولكن دائما ليست هناك أي إجابة. طيب يبقى إيميل اللي أرسله ما جابش نتيجة. في النهاية خالص بيقول إيه؟ كوفير، ماذا أفعل؟ كيل كان إيني دي، شخص ما لديه فكرة. يبقى إذن البير بيطلب إيه يا جماعة؟ بيطلب الفلوس ولا نصيحة من الناس ولا بيطلب تعريف؟ طبعا الإجابة نصيحة. الإجابة الصحيحة هتبقى أن كونسي. البير أريسو، استقبل، تلقى لو باكي المغلف اللي فيه البنطلون بعد أبري، بعد إن سومين أسبوع. بلو دين سومين، أكتر من أسبوع. موان دين سومين، أقل من أسبوع. فين المؤشر اللي في الوثيقة اللي بيدل على الحل؟ هو طلب البنطلون ميركرودي يوم الأربع، بعد كده بيومين زي ما اتفقنا وفهمنا، يوم الجمعة يعني استلم البنطلون. يبقى المدة الزمنية أعتقد إنها إيه؟ موان دين سومين، أقل من أسبوع. إجابة الصحيحة موان دين سومين. عزيز الطالب، الوثيقة الثانية عبارة عن إيميل أو كوريه إلكترونيك، بريد إلكتروني. الإيميل مرسل من برنار إلى آلان، وموضوعه أكتيفيتي الأنشطة. هنلاحظ في فكرة أو تيمة أساسية في الوثيقة بتاعتنا، هي ذكر فصول السنة. عندي الفصل الأول أوتون، الخريف، إتي الصيف، برينتون الربيع، إيفير الشتاء. يبقى بيتكلم عن الأنشطة بتاعت برنار خلال فصول السنة. طب ايه نشاطه خلال اوتون؟ نشاطه هو ناتاسيون، سباح. طيب الصيف دلتا بلان، الطيران الشراعي. طب برانتون، ايكيتاسيون، الفروسية. طب الشتاء، في ديسكي، بيمارس التزلج. طيب دي الأنشطة بتاعته الوحيدة، يبقى نقدر نجملها في انها أنشطة رياضية. طيب في حاجة اسمها أوتر باسيون، نشاط آخر.
ايه هو؟ فوتوغرافي تصوير. يبقى هو إذن بيمارس حاجتين أو هويتين، الرياضة والتصوير. دي بشكل عام السمات الرئيسية اللي تخليني أعرف أحل. تعالوا نشوف السؤال الأول ونجاوب عليه. السؤال الأول: سوكوريه إلكترونيك، هذا البريد الإلكتروني دون يعطي ديزانفورماسيون، معلومات. يا جماعة الموضوع ده شكله سهل جدا، أي وثيقة أي إيميل بتدينا معلومات، يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتي فري صح. dans ce mail، في هذا الإيميل، برنار بارل، يتحدث برنار de son caractère، عن طباعه الشخصية. احنا لسه قايلين ايه يا جماعة الموضوع؟ activity، الأنشطة. الأنشطة ايه؟ خلال فصول السنة، الأنشطة الرياضية وهواياته. يبقى إذن الإجابة هنا خاطئة، وما بيتكلمش عن طباعه الشخصية. برنار في دي سبور ديرون توت لاني، برنار يمارس الرياضة طوال السنة. الإجابة موجودة في الوثيق عندنا، فصل الخريف قلنا بيمارس إيه، فصل الربيع وفصل الصيف وفصل الشتاء، في كل فصول السنة بيمارس رياضة. يبقى الإجابة فري صحيحة. برنار ديتست يعني يكره، ناجي أونوتون، يكره السباحة في فصل الخريف. الإجابة عندنا في الوثيقة، أونوتون جيم فير دو لا ناتاسيون، أحب ممارسة السباحة. يبقى هو بيكره يا جماعة؟ لا، هو بيحب السباحة، والإجابة تبقى فو خطأ. برنار سي بيان مونتي أشوفال، يعرف جيدا ركوب الخيل. الإجابة في الجملة دي بيقول جو في دو ليكيتاسيون، أنا أعرف أركب الخيل أو ممارسة الفروسية. برنار سي بيان مونتي أشوفال، يعرف جيدا يركب حصان. الإجابة في السطر ده بيقول في فصل الربيع جو في دو ليكيتاسيون، أمارس الفروسية. يبقى إذن الإجابة صحيحة فري. برنار أين سول باسيون، لديه هواية واحدة فقط. الإجابة موجودة عندي هنا، بيقول جي أوسي إين أوتر باسيون، لدي أيضا هواية أخرى وهي فوتوغرافي ليزيليمون دو لا ناتير، تصوير عناصر الطبيعة. يبقى إذن لديه هواية واحدة فقط، الإجابة فو خطأ. سؤال المواقف: choisissez neuf seulement des situations suivantes. سؤال الأول: le professeur demande aux élèves de ne pas parler. Il dit: المدرس يطلب من التلاميذ أن لا يتحدثوا. المدرس هيقول: ouvrez la fenêtre، افتحوا الشباك. Faites les exercices، اعملوا التدريبات. سيلونس سيل فوبلي، هدوء لو سمحتم. أيوة الإجابة الصح تتمشى مع نوبا بارلي، هتبقى سيلونس هدوء لو سمحتم. يبقى الإجابة الصحيحة سيلونس سيل فوبلي. فوزيت كونتر إينيدي، أنت ضد فكرة. أفوتر أمي فوديت، تقول لزميلك أنت اللي هتقول. je ne suis pas d'accord avec toi، انا مش متفق معك. nous sommes de même avis، احنا من نفس الرأي. bravo c'est super، bravo هذا رائع. طبعا هنا كونتر يعني ضد، هتبقى الإجابة الأولى اللي فيها النفي وفيها كلمة داكور، انا غير متفق معك.
Vous acceptez l'invitation de votre ami, vous dites تقبل دعوة صديقك هتقول désolé, آسف avec plaisir, بكل سرور excuse-moi, سامحني طبعا الإجابة accepter القبول هيبقى فيها أيوة avec plaisir, بكل سرور. Vous vous informez sur le prix du billet d'avion. Vous dites تسأل عن سعر le prix du billet سعر تذكرة الطيارة. انت اللي بتسأل وانت اللي هتقول ça fait 1050 livres égyptiennes. هذا يكلف 1500 جنيه. Il arrive à quelle heure يصل في أي ساعة. Ça fait combien بكم يبقى لما اجي اسال عن السعر هقول سافيكم بيام بكم هذا. Vous avez très mal à la tête. تشعر بالم في الراس. عندنا تعبير avoir mal à يشعر بالم في. Vous dites انت اللي حاسس بالم وانت اللي هتقول je ne vais pas très bien انا لست بخير. Je suis en forme انا في اتم صحة. Je me sens mieux اشعر بتحسن. طبعا كلمة ألم وفي الرأس يبقى الإجابة الأولى je ne vais pas très bien انا لست بخير. Vous demandez à un ami تسأل صديق ce qu'il fait ماذا يعمل pendant le weekend خلال العطلة. Il dit هو هيقول النشاط je vais à la campagne أذهب إلى الريف. Je suis d'une famille sportive أنا من عائلة رياضية. J'ai deux jours de congé لدي يومان أجازة. النشاط هنا طبعا هيكون je vais à la campagne اذهب الى الريف. Vous expliquez à votre ami comment aller à la patinoire. Vous dites تشرح لصديقك كيف يذهب الى ساحة التزلج. هتقول له هتشرح له الطريقة ازاي يروح. C'est où on fait du patin à glace اين هسأل؟ لا طبعا. جيم ألي ألا باتينوار أحب الذهاب إلى ساحة التزلج. لا أنا ما بعبرش عن الميول. ترافيرس عبر لبون الكوبري يتورن أدروات واتجه يمين. هو ده وصف الطريق والإجابة على السؤال بكمون ألي كيف أذهب إلى ساحة التزلج. Vous vous informez, تستعلم sur les goûts de votre ami عن ميول صديقك. Il vous dit هو اللي هيقول لك. الميول هنا يا جماعة يبقى أنا هحتاج verb aimer, préférer, détester, adorer. هذه الأفعال تعبر عن لجو الميول. يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتي اللي فيها فيرب إيه إيمي جيم ديسيني أحب الرسم. الإجابة الصحيحة هتبقى التالتة. Vous voulez faire des courses. تريد أن تقوم بالتسوق أو عمل المشتريات. Vous dites هتقول إيه المكان اللي يناسب التسوق. بيبليوتيك مكتبة المدرسة. مارشي السوق. فير لا فيسيل تقوم بغسل الأواني. طبعا المكان الصحيح برافو جو في ألي أو مارشي سوف أذهب إلى السوق. فو ديكريفي تصف لا تينو زي دو فوتر كوبين صديقك. هتقول إلمي مي طبعا فيرب متر يرتدي أو يلبس.
ام بنطلون نوار بنطلون اسود الي تيميد انه خجول الي بلو جرو هو اسمن كو سون فرير او ادخن من اخوه لو انا جيت افكر تفكير صحيح تيني ازاي هيناسب فيرب متر وطبعا بنطلون ستان فيتمون يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتي إلمي أم بنطلون نوار. سؤال القواعد شوزيسي دي سولمون دي فراز سويفونت. السؤال الأول في القواعد Je vais aller point ma tante ce soir. الفكرة في السؤال هي واحد من حروف الجر اللي موجودة معانا A, O, she. عاوزين نعرف ايه اللي بعد النقط لا ده ما تانت شخص يبقى إذن حرف الجر اللي بيتحط أمام الأشخاص هو she عند أنا أذهب أنا سوف أذهب عند ما تانت عمتي سسوار أما آ فهو حرف جر يوضع أمام الأماكن هو والأداة المدغمة أو. السؤال الثاني Tu pars en vacances avec tes parents أنت راحل في أجازة مع والديك Oui, je pars en vacances نعم أنا راحل في أجازة avec مع مطلوب مني هنا في الجملة أضيف ضمير شخصي من التلاتة لاحظ عزيزي الطالب إن النقط قبلها حرف الجر avec وهي في آخر الجملة يبقى مطلوب مني أضيف ضمير شخصي بنسميه ضمير توكيد pronom tonique إيه الضمير التوكيدي اللي موجود معانا موجود ال لجمع المؤنث و أ لجمع المذكر وبما ان والدي هي هو المفعول اللي انا هشيله واستبدله بالضمير الشخصي فهيكون مفرد مذكر وبالتالي الاجابه الصحيحه أ وي جو بار ان فاكونس افيك أ ضمائر التوكيد بتيجي دايما بعد حرف الجر avec مع chez عند a التعبير اللي هو بيدل على الملكية être زائد حرف الجر a حرف الجر بور من أجل حرف الجر son معناه بدون وحرف الجر دو معناه من أو عن بالإضافة إلى التعبير سي التعبير با اللي هو بمعنى ليس عندنا حاجة اسمها كم مثل كل دي تعبيرات وحروف جر يأتي بعدهم ضمير التوكيد إيه هي ضمائر التوكيد اللي احنا عارفينها عندنا موا أنا توا أنت نو نحن فو أنتم لوي هو ال هي أ هم جمع مذكر زي اللي عندنا في السؤال ال هن جمع مؤنث يعني ممكن أقول avec moi معي بور لوي من أجله quelqu'un est entré شخص ما دخل non لا point ni entré لاحظ إن أنا هنا عندي نفي طيب أدور على الكلمة اللي في الإثبات اللي أنا هستبدلها بريان أو بيرسون أو جامي عندي كلمة كلكان شخص ما برافو يبقى الإجابة هتبقى فيها بيرسون كلكان إيت أونتري
Non, personne, la ahad, ni entré, lem yadkhul. Rien, السؤال بيبقى بكلمة quelque chose, شيء ما, que أو qu'est-ce, ماذا, quoi, ماذا, أو اسم شيء غير عاقل. أما jamais بتنفي, quelquefois أحيانا, souvent غالبا, toujours دائما, parfois أحيانا, وكلمة الاستفهام quand بمعنى متى. Point, fermez-vous la porte de la chambre. أنت تغلق أو أنتم تغلقوا باب الغرفة. لو أنا قلت كي ما ينفعش لأن أنا عندي فاعل في الجملة. لو قلت أو المعنى لا يقبلها. يبقى أنا هختار بوركوا بمعنى لماذا أنتم تغلقوا باب الغرفة. شاك سامدي كل سبت il point une promenade هم نزهة. الفكرة هنا فكرة في الزمن. شاك سامدي كل سبت شاك كل سامدي سبت بتدل على زمن المضارع يبقى الفعل اللي أنا هختاره لازم يكون في زمن المضارع. تعالوا نشوف التلات اختيارات. Vont faire vont تصريف verb aller زائد verb faire في المصدر يبقى بسمي ده مستقبل قريب. Font تصريف verb faire au présent في زمن المضارع. On fait تصريف verb faire في زمن الماضي المركب. يبقى الإجابة الصحيحة فون لأنها متصرفة في زمن المضارع. ما تنساش عزيز الطالب أن فون فير المستقبل القريب إيه الكلمات الدالة عليه؟ عندك كلمة دومان غدا، كلمة اسمها بروشان يعني القادم، كلمة دون وهو حرف جر بمعنى في خلال. أما زمن الماضي المركب هيبقى علاماته إير بمعنى أمس، كلمة باسي بمعنى الماضي، ودير نيه الماضي، وإليا زائد مدة زمنية بمعنى منذ. أما الكلمات الدالة على زمن المضارع فهي شك زي ما هو موجود في السؤال بمعنى كل، شك جور كل يوم، شك موا كل شهر، شك سومين كل أسبوع، شك أني كل عام، بالإضافة إلى كلمة مشهورة اسمها او جور دوي بمعنى اليوم، وكلمة اسمها مانتونو بمعنى الآن. كل دي كلمات تدل على زمن المضارع. ماري بورت دي شوسير، ماري ترتدي حذاء. لاحظ هنا ان انا عاوز لون، اللون لازم يتوافق مع الاسم اللي قبل النقط. الاسم ده جمع مؤنث، الحذاء جمع مؤنث، وكل ما يلبس في القدم تقريبا جمع مؤنث. يبقى لشوسير الحذاء نوار اسود جمع مذكر، جريز مفرد مؤنث، ولا مارون؟ طبعا الإجابة الصح مارون. السبب ان مارون تقبل المفرد والجمع والمذكر والمؤنث. هي وكلمة ايه فاكرين؟ كلمة اورانج برتقالي، كلمة ارجون فضي، كلمة اور ذهبي. Vous n'allez pas sortir، انتم
لن تخرجوا بوان نوزالون سورتير. الإجابة هنا مطلوب مني أضيف وي أو نو أو سي. السؤال عندي سؤال مثبت ولا منفي؟ سؤال منفي بدون كلمة استفهام، يبقى الإجابة لازم تكون سي يا نو. الإجابة نوزالون سورتير تتفق مع السؤال ولا تختلف؟ لا بتتفق، يبقى إذن هختار سي. يبقى الإجابة الصحيحة أنتم لن تخرجوا، بلى نحن سوف نخرج. سي هي الإجابة الصحيحة لأنها إجابة على سؤال منفي بالإيجاب. Les élèves sont absents. عزيز الطالب، كلمة les élèves مطلوب مني أحط قصادها واحد من الثلاث إجابات: تو كل، توت كل، تو كل. المعنى هنا واحد لكن الاستخدام مختلف. تو الأولى توضع أمام اسم جمع مذكر، توت أمام اسم جمع مؤنث، أما تو هنا بمعنى كل وتوضع أمام اسم مفرد مذكر. كلمة لزيليف كلمة محيرة، ممكن تقبل المذكر والمؤنث. علشان أحدد إجابتي الصحيحة وأعرف إذا كانت كلمة لزيليف جمع مذكر أو مؤنث، هنبص على برافو عليك لادجكتيف، الصفة اللي وراها. الصفة هنا إيه يا جماعة؟ لا ده دي جمع مؤنث، يبقى مطلوب مني أحط كلمة جمع مؤنث، هتكون الإجابة الصحيحة توت الثانية. توت لزيليف كل التلميذات سونت أبسونت غائبات. روبا اي ديليسيو. كلمة روبا اللي ما يعرفش إذا كانت مذكر أو مؤنث، يبقى لازم أبص للصفة اللي وراها. ديليسيو صفة مفرد مذكر، يبقى لازم تكون روبا مفرد مذكر، وبالتالي هختار سو هذا للمفرد المذكر. اوعى تظن ان روبا اللي في اخرها اس جمع وتختار سي، لان روبا في اخرها اس في المفرد وفي الجمع. الاساس عندي في الجملة هي الصفة، وطبعا الفيرب هنا فيرب اتر متصرف مع الضمير اللي المفرد، يبقى روبا مفرد مذكر هحتاج لها سو. سو روبا اي ديليسيو. اون بوان انسامبل. اون هنا ضمير شخصي بيساوي في التصريف اللي المفرد، يبقى لازم اختار الفيرب اللي متصرف مع اللي المفرد. هختار المصدر يا جماعة؟ لا ما ينفعش. هختار الفيرب اللي متصرف مع إيل أفيك إس اللي الجمع؟ لا ما ينفعش. هختار الفيرب اللي متصرف مع الضمير أون وإيل المفرد. أون ساميز أنسامبل، نستمتع معا. بوان إيكول إتريز أجريابل. لاحظ هنا أن كلمة إيكول كلمة مفرد مؤنث، ولكن تبدأ بإيه؟ بحرف متحرك. علشان أضيف صفة ملكية لازم صفة الملكية تتوافق مع الاسم اللي بعدها. إيكول مؤنث، أدور على المؤنث يا جماعة. يلا ما إيكول تنفع؟ لا مش هتنفع. ما بتنتهي بحرف متحرك مش هتنفع مع إيكول، فهستبدل ما بمون. يبقى هقول مون إيكول مدرستي إتريز أجريابل، ممتعة جدا. يبقى ما بتحل محل ما أمام كلمة مفرد مؤنث تبدأ بإيه؟ بحرف متحرك. أما مي فتوضع أمام الجمع بنوعيه، والتلات صفات الملكية دول تابعين للضمير جو المالك بتاع الجملة.
وصلنا لسؤال الإيميل والسؤال الأخير. Répondez à ce mail par trois phrases complètes. أجب على هذا الإيميل بثلاث جمل كاملة. Salut. Dans ta ville, quel moyen de transport il y a? في مدينتك أي وسائل مواصلات توجد؟ Et quel moyen préfères-tu? وأي وسيلة أنت تفضلها؟ Pourquoi ولماذا؟ A plus. هجاوب على السؤال رقم واحد. Quel moyen de transport il y a? هقول dans ma ville, في مدينتي, il y a, يوجد, beaucoup, كثير, de moyen de transport, كثير من وسائل المواصلات, كم مثل le metro, المترو, le taxi, et le vélo, و العجلة كوسيلة انتقال. ممكن أعبر عن الفكرة اللي أنا قلتها بطريقة مختلفة. ممكن أقول Je me déplace, أنا أتنقل, à vélo, بالعجلة, en taxi, بالتاكسي, إلى آخره. يبقى ممكن أقول الجملة بطريقة مختلفة زي ما أنا قلت. ممكن أبدأ أقول dans ma ville il y a, وممكن أقول dans ma ville je me déplace, أنا أتنقل. الإجابة على السؤال الثاني, quel moyen préfères-tu, أي وسيلة مواصلات أنت تفضل؟ هقول مثلا je préfère, أنا أفضل, le vélo, العجلة. بفضل العجلة ليه؟ هجاوب على السؤال بوركوا, هقول كار, لأن, وممكن أقول بارسكو, لأن, الاتنين بيجوا وراهم جملة كاملة. هقول بارسكو أو كار لو فيلو, لأن العجلة, إي براتيك, لأنها وسيلة عملية. يبقى كده أنا جاوبت على السؤال إيه هي وسائل المواصلات الموجودة في المدينة, ووسيلة المواصلات اللي أنا بفضلها وبفضلها ليه. كده يبقى الإيميل بتاعي خلص. ولاحظ برضو زي ما بقول في كل فيديوهاتنا السابقة, تصريف الفيرب, اختار الأدوات الصحيحة, اختارها مذكر أو مؤنث, لو في صفات اختار الصفة التي تتوافق مع الاسم. كده ان شاء الله مفيش اخطاء. عزيزي الطالب, وصلنا للسؤال الموضوع السؤال الاخير. مطلوب مني اكتب خمس جمل واستخدم الكلمات المعطاة لي في الموضوع. Comment peut-on s'organiser, كيف من الممكن ان انظم نفسي, pour faire les courses, لكي اقوم بالتسوق بشكل سريع, dans un supermarché, في السوبر ماركت. استخدم برودوي منتجات, ريون اقسام, اشتي يشتري. الموضوع سهل جدا وخدناه في الوحدة التانية. تعالوا بينا نشوف هنكتبه ازاي. dans notre quartier, انا بقول في حينا, il y a, يوجد, un grand supermarché, سوبر ماركت كبير. Il se compose de, يتكون من, six rayons, ست أقسام. وهبدأ أقول القسم وإيه اللي أنا بشتريه منه.
أوريون دي برودوي ليتيي في قسم منتجات الألبان جاشيت دي لي هشتري لبن. جاشيت دي زورانج هشتري برتقان من دي ريون دي ليجيوم اي دي فروي من قسم الخضر والفاكهة. أوريون دي فيوند في قسم اللحوم جاشيت دي بولي هشتري فريخ. كده يبقى أنا خلصت الموضوع وكتبت أو استخدمت الكلمات المطلوبة مني. لاحظ أن الموضوع ده في حاجة مهم، أدوات التجزئة أمام المأكولات، لازم أراعي الأداة المناسبة زي دي قصاد اللبن المذكر، دي دي قصاد ليجيم وفروي، دي قصاد أورانج وفيوند وبولي الفراخ مفرد مذكر استخدمت لها دي. كده يبقى الموضوع خلص وإن شاء الله تاخد فيه الدرجة النهائية، لكن أنصحك ما تحفظش الموضوع، حاول تكتب وتصحح لنفسك وإن شاء الله تاخد الدرجة النهائية. الموضوع الثاني فودوني دي كونسي، تعطي نصائح أفوتر سور لأختك بور يسير لكي تنجح. استخدم لبروفيسور المدرس، اتيديي يذاكر أو يدرس، فير اتونسيون ينتبه. تعالوا نكتب الموضوع. عزيز الطالب، الموضوع التاني مطلوب مني مجموعة نصائح، يبقى لازم استخدم صيغة الأمر. هستخدم صيغة الأمر مع الضمير تي بما أني بوجه النصائح لأختي. هبدأ باستخدام فيرب étudier اللي موجود عندي في السؤال، هصرفه مع الضمير تي واحذف حرف الاس مع الضمير، هيبقى étudie ذكري bien جيدا tes leçons. استخدمت فيرب فير مع الضمير تي لكن ما حذفتش حرف الاس لان الفعل ده مجموعة ثالثة، في attention en classe، انتبهي في الفصل. إيكوت استمعي بيان جيدا لبروفيسور للمعلم. ريفيز رجعي بيان جيدا للسون الدروس. في اعملي تو لي دوفوار كل الواجبات اتون في الوقت المحدد أو في وقته. إذن أنا استخدمت مجموعة من الأفعال، الأفعال دي صرفتها في صيغة الأمر مع الضمير المناسب هنا للجملة وهو الضمير تي لأني بكلم أختي. الجمل عناصرها بسيطة جدا، استخدمت كلمة لسون أكتر من مرة، استخدمت كلاس أتون، تعبيرات سهلة جدا، والمهم عندي الأفعال الآتية: étudie، faire، écouter، réviser. كده يبقى أنا خلصت الامتحان، سعدت بلقائكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات. تابعوني في الفيديوهات القادمة إن شاء الله، أعمل لكم مراجعات تستفيدوا منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.